اليوم كل واحد منكم جندي لهذا الحمى، كل من موقعه. وأطلب منكم بصوت الأب لأبنائه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتقي بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب، فلنتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها في هذه الأيام. ألقت أزمة كورونا بظلالها على قطاع التعليم بمراحلها كافة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى طلبة الدراسات العليا، ليصبح التعلم عن بعد أسلوبا معتمدا ووحيدا لإكمال السنة الدراسية، بعدما كان مجرد مصدرا رديف للتعليم قبل هذه الأزمة. لم يغادر سكان هذا المنزل في الكرك بوابة منزلهم منذ البدء بتنفيذ قرار حظر التنقل والتجول، ولم تتوقف حياتهم أيضا. حالهم حال كافة الأسر في المحافظة بعد أن بدأوا بمتابعة أمور حياتهم المختلفة داخل أسوار المنزل. هاشم الابن الأكبر لهذه العائلة والذي يدرس الصيدلة في جامعة مؤتة، لم يتوقف عن المتابعة بدراسته لمواده الجامعية بعد أن أصبحت المحاضرات متاحة عبر موقع الجامعة الإلكتروني. وكذا هو الحال لشقيقته تيماء، والتي لا زالت على مقاعد الدراسة المدرسية، إلا أنها لم تمنع من متابعة دراستها بعد أن أصبحت الحصص تذاع عبر الشاشة والمواد متاحة على منصة درسك التابعة لوزارة التربية والتعليم. إذن إلى حين جهوزية الاتصال مع الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمي، نذكر مشاهدينا أن هذا القرار، قرار حظر التجول وقرار الدفاع رقم 2، كيف ألقى بظلاله على الأردن وعلى المجتمع الأردني، وبالتالي طبعا لضرورة هذا القرار، ولكن كان لذلك تبعات لها علاقة بالتعليم، الصحة والكثير من القطاعات. هذا القطاع الذي يعني نغطيه اليوم في هذه الحلقة هو قطاع التعليم، وكيف التعليم عن بعد يساهم في استمرارية التعلم واستمرارية العملية التعليمية دون توقف وإلى حين جهوزية هذا الاتصال. يعني لربما خلال اليوم نريد أن نقيم قليلا هذه التجربة، تجربة التعلم عن بعد، إن كانت عبر المنصة الإلكترونية أو عبر المنصة التلفزيونية. وطبعا ننتظر جهوزية الاتصال مع الدكتور نواف العجارمي. في حضرة قرار حظر التجول، لربما المشهد هنا في هذا البيت لا يختلف كثيرا عما تعايشه باقي الأسر الأردنية، خاصة وأن البقاء في المنزل لفترات طويلة أمر لم يعتده الأردنيون أو يلفوه. مع إعلان الحكومة عن استمرار العمل بقرار حظر التجوال وحتى إشعار آخر لكسب الرهان في معركتها ضد فيروس كورونا، تبدي العائلات التزامها بهذا القرار، إلا أن حالة من الضيق والضجر تعتري تفاصيل يومهم. هذه الفترة التي تعد بمثابة فرصة للتقارب وتقوية الروابط الأسرية وإيجاد نشاطات مشتركة بين أفراد العائلة الواحدة، خاصة في ظل التباعد الذي أحدثته الثورة التكنولوجية مؤخراً، تجمعهم مائدة واحدة ومجلس واحد يتابعون فيه عن كثب تطورات الأحداث أولاً بأول، يعقدون حلقات نقاش عائلية لتقييم الأوضاع كل حسب رأيه. الفترات الطويلة التي تقضيها العائلات داخل بيوتها في ظل استمرار إنفاذ قرار حظر التجول قد تبدو فرصة لتوطيد العلاقات الأسرية، ولكنها أيضا تحمل في جانب منها بعضا من الملل والتبرم، خاصة في ظل محدودية النشاطات التي من الممكن ممارستها داخل البيوت.
حيث تحاول الأمهات قدر استطاعتهن في هذه المرحلة تنظيم أوقات أبنائهن لاستمرار تلقي تعليمهم من خلال المنصات التعليمية وبما يتلائم أوقات عرض الحصص المتلفزة، بالإضافة إلى اجتهادهن لإيجاد طرق متنوعة لتسليتهم وملء أوقاتهم بما هو مفيد، خاصة وأن هذه الأوقات قد لا تخلو أحياناً من بعض المشاحنات. كما لم يغفلن ضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي يعزز من جهاز المناعة ويضمن مقاومة أجساد جميع أفراد العائلة للأمراض والفيروسات. إجراءات وقائية عديدة تتخذها الأسر الأردنية داخل بيوتها لإبقاء فيروس كورونا بعيداً عنها، على رأسها ضمان التزامهم داخل المنازل دون الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، واستخدام ما يمكن من المعقمات الطبية والمطهرات، والحث الدائم على ضرورة غسل الأيدي باستمرار وتناول كل ما هو مفيد. عنود رشادات، المملكة، عمان. إذن ينضم إلينا الآن دكتور نواف العجرمي، الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية. دكتور نواف، أهلا بك في بعد الخبر. يعني في البداية، إذا ما تحدثنا عن تقييم أولي لعملية التعلم عن بعد، إن كان يعني على المستوى التلفزيون أو على المستوى المواقع الإلكترونية، كيف كانت هذه التجربة وكيف تقيمونها؟ دكتور نواف، هل تسمعني؟ يلا مرحبا. ألو، أهلا فيك دكتور. يعني كنا نسأل عن إذا ما أردنا تقييم هذه التجربة بعد مضي عدد من الأيام على بدء عمل المنصتين الإلكترونية والتلفزيونية للتعلم عن بعد، كيف نقيم هذه التجربة؟ مساء الخير. أولا بادئا ببدأ بدنا نتكلم عن أهمية الوقاية الصحية وحماية أبنائنا الطلبة من انتشار هذا الفيروس. الأمر الآخر هو العنوان استمرارية التعليم رغم عطلة المدارس. التقييم 8,200,000 مشاهدة لمنصة درسك، عدد المستخدمين 1,200,000 طالب وطالبة. الأمر الآخر هو مرحلة التقييم في المرحلة المقبلة، الأسبوع القادم سيكون هناك تقييم لجميع أبنائنا الطلبة عبر محطة نور سبيس، وبالتالي الرسالة توجه إلى أبنائنا الطلبة وإلى الأهل بضرورة متابعة المنصة وكذلك القنوات التلفزيون درسك واحد درسك اثنين والتلفزيون الرياضي لطلبة الثانوية العامة، ونتفهم قلق الأباء في هذه المرحلة، لكن وزارة التربية والتعليم تدرك أهمية هذه المرحلة وأهمية استمرار التعليم. طيب، عملية التقييم دكتور نواف كيف ستكون من قبل الأهالي أو من قبل الطلبة؟ تعتمد على ماذا؟ ما هي الآلية؟ الآلية وزارة التربية والتعليم شكلت اللجان من خيرة المشرفين لوضع فقرات تقييمية لجميع المباحث الواردة على المنصة، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وكذلك مادة العلوم والرياضيات. سيكون هناك اختيار من متعدد، وسيتم بث الأسئلة، وسيعلن برنامج من خلال وزارة التربية والتعليم لتقييم أبنائنا الطلبة. إذا التقييم سيكون إلكترونيا، يدخل الطالب على منصة نور سبيس، له حساب الرقم الوطني، ويدخل ويجيب على الأسئلة اختيار من متعدد، والوزارة سترصد نتائج أبنائنا الطلبة. طيب، خلال هذه الفترة هل وردتكم أي ملاحظات من الطلبة، من الأهالي؟ كيف تم العمل على حلها؟ بطبيعة الحال هناك رصد إعلامي واسع من وزارة التربية والتعليم، هناك أيضا تغذية راجعة من أبنائنا الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملاحظات حول المحتوى التعليمي، يجرى أولا بأولا يعني تصحيح بعض الملاحظات، والأهم هو يعني نناشد أبنائنا الطلبة ونعول كثيرا على وعي الطلبة والأهالي في أهمية متابعة المحتوى التعليمي الذي ينشر على منصة درسك وأيضا على قنوات التلفزيون الأردنية.
طيب دكتور نواف، يعني ما هي الفترة الزمنية التي خططت لها الوزارة لكي تبقى هاتين المنصتين؟ التخطيط قريب وبعيد المدى، بمعنى إن شاء الله لا يستمر هذا الحال، لكن إن استمر هذا الحال هناك تقييم أول وتقييم آخر لأبنائنا الطلبة، وهناك أيضا تسجيل للمحتوى التعليمي يشمل لنهاية الفصل الدراسي. طيب ماذا عن الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية الفصل الدراسي؟ بطبيعة الحال الأسبوع القادم سيكون هناك التقييم الأول، في أوائل شهر 5 سيكون التقييم الثاني، وأيضا سيكون تقييم نهائي في شهر حزيران. هذا الأمر يعني مخطط له من وزارة التربية والتعليم، وأيضا يعني ضمن خطة وضمن استراتيجية. الأهم بهذا الأمر هو وعي أبنائنا الطلبة إلى أهمية يعني استغلال هذا الوقت في متابعة دروسهم وأن لا ينقطعوا. استمرار التعليم هو يعني أولوية لوزارة التربية والتعليم. طيب دكتور نواف، يعني لم نفهم، ما هي آلية التقييم للامتحانات؟ أنا ذكرت قبل قليل التقييم سيكون من خلال اختبارات multiple choice، اختيار من متعدد، سينشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع أبنائنا الطلبة، وسيعلن برنامج لأبنائنا الطلبة. سنقول مثلا الآتي: طلبة الصف السادس اللغة العربية الامتحان اليوم الفلاني الساعة الفلانية، وسيتم رصد أبنائنا الذين دخلوا والذين أجابوا والذين لم يجيبوا، وسيكون هناك تواصل من خلال مركز التكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم. طيب طلبة التوجيه أمر مختلف ويعني حالة حساسة نوعا ما، في حال استمرار إغلاق المدارس لفترة طويلة كيف سيتم التعامل مع ملف التوجيه؟ يعني هذا السؤال يعني سابق لأوانه. إن استمر الوضع على ما هو عليه، يعني وزارة التربية والتعليم هناك خطة لهذا الأمر لن يتم الإفصاح عنها، لكن قطعا ضمان مصلحة أبنائنا الطلبة، وأيضا وزارة التربية والتعليم تضمن لطلبة أبنائنا الثانوية العامة ولأهاليهم متفهمين هذا القلق، لكن نضمن لهم تقييم وفق خطة عدتها الوزارة لم نعلن عنها الآن، لكن نتمنى أولا أن يعود الحال وأن يكون الامتحان العام في أوائل تموز، لكن إن لم يكن هناك وزارة التربية والتعليم قادرة على التعامل مع كافة ملفات الثانوية العامة وفي أي وقت يعني لاحق. طيب دكتور نواف، يعني إذا ما سألنا عن الأساليب الأجنبية للدراسات كيف يتم التعامل معها؟ يعني هل تقصدين البرامج الأجنبية مثلا الستات والآي بي ولا؟ نعم. إن كنت تقصدين بالأنظمة الأجنبية، وزارة التربية والتعليم بالتحديد. نعم، وزارة التربية والتعليم تواصلت مع المسؤولين عن الأنظمة الأجنبية خارج الأردن، وسيتم التعامل مع طلبة الأنظمة الأجنبية في المملكة وفق ما يجرى عالميا. هناك يعني تصريحات صدرت من الولايات المتحدة ومن بريطانيا حول النظام البريطاني والأمريكي حول اعتماد النتائج المدرسية. نحن سنعتمد ما يتم اعتماده خارجيا لطلبة الأنظمة الأجنبية في مدارسنا. طيب الدراسة عن بعد، كيف يتم إحصاء الملتزمين بالدراسة عن بعد، وكيف أيضا إذا ما كان هناك آلية لربما لضبط غير الملتزمين بالدراسة عن بعد؟ يعني حاليا ليس هناك آلية سوى هو يعني الإرشادات التي تمت ومناشدة أبنائنا الطلبة. هناك يعني معيار أو مقياس من خلال المشاهدات، من خلال الفيديوهات المشاهدة، الأرقام مريحة نوعا ما، ولكن يعني نهيب في هذه الفترة بأبنائنا الطلبة وبأهليهم بضرورة متابعة كل ما ينشر، ويعني لاحقا سيتم وضع برمجية معينة ل يعني حضور الطلبة على هذه المنصات، ولكن الوقت الحالي هو نعول على وعي الطلبة، وعي الأهالي، وعي المعلمين في ضرورة متابعة كل ما تقدمه وزارة التربية والتعليم في هذا الظرف الاستثنائي والحرج
ويعني أهمية التعليم واستمرار التعليم. إذا ما سألنا عن التعديلات التي من الممكن أن تطرأ على التقويم المدرسي لمثل هذا العام، هناك من يقول بأنه سيتم إلغاء الفصل أو لربما تأجيل الفصل الأول من العام القادم، هناك آلية واضحة، هناك جدول زمني لفهم آلية التقويم المدرسي كيف ستكون؟ إطلاقا هذا الأمر غير مبحوث ولم يبحث إطلاقا ولا يمكن أن يبحث إطلاقا. الاستمرار التعليم هو عنوان المرحلة. وزارة التربية والتعليم كما أسلفت هناك خطة لتقييم الطلبة، تقييم أول وثاني، وأيضا تقييم لنهاية الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي ما نشر يعني هو عار عن الصحة. الاستمرارية التعليم، وزارة التربية والتعليم تعمل ضمن خطة محكمة وضمن يعني عمل كبير حول أهمية إيصال كل المحتوى التعليمي لأبنائنا الطلبة. طب دكتور، يعني في الأيام العادية بعد أن تمر هذه الأزمة بإذن الله، هل من الممكن الاستفادة من نظام التعلم عن بعد بشكل مستمر؟ هل رأت الوزارة هذا المفهوم كيف سيتم تطبيقه بشكل مستمر، التعلم عن بعد في حال وجود هذه الأزمة ومن غيرها أيضا؟ يعني التعلم عن بعد موجود بعيد عن هذا الأزمة. عالميا 10 مليون دارس في الولايات المتحدة فقط عن التعلم عن بعد، موجود في معظم دول العالم في ظروف يعني يرغبها الأهل، ولكن وزارة التربية والتعليم ماضية ومستمرة في يعني تمكين وحوكمة أمر التعلم عن بعد، وإيجاد آليات للتقييم، إيجاد آليات للحضور، إيجاد آليات لتفاعل المعلمين مع أبنائنا الطلبة، وأيضا يعني عملية سنستمر بها ولكن بشكل أيضا يعني محكم، ويجري العمل الفني والتقني على هذا الأمر. أشكر وجودك معنا الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمي، شكرا جزيلا لك.